من منطقة أم الكبر والغزلان في شرق العاصمة بغداد، طالب الأهالي بتحسين الواقع الخدمي لا سيما مع تنامي حملة الإعمار وتطوير البنى التحتية التي تشهدها عموم مناطق بغداد. الناس هناك تطالب بوصول الجهد الخدمي الحكومي لحل بعض المشكلات اللي يعانون منها منذ زمن بعيد وفترة زمنية ليست بالقليلة. طالب من خلالها المنتسب في شرطة ديقار حسين الإبراهيمي بالوقوف على مشكلته الصحية ودعمه في علاج حالته المرضية التي بدأت تتفاقم وأمراض مستعصية تتسبب بها المبيدات الزراعية في صلاح الدين، لذلك طالب الأهالي بالعمل على الحد من خطورتها. أهلا بكم في صوت عراق. ملف الخدمات اكو تطور كبير بهذا الملف في اخر سنتين، واذا نشوف حاليا على ارض الواقع هنالك اعمال وانجاز كبير تحقق، وللان اكو مشاريع قيد الانجاز واكو تطور يختلف عن السابق للانصاف. يعني سابقا كان المشروع يتاخر والتقدم في العمل بطيء جدا، اليوم الامور مختلفه، ولكن بعض المناطق نتيجه لحمله الاعمار ينتظرون للآن وصول الجهود الخدمية. من هذه المناطق منطقة أم الكبر والغزلان، تابع الرسالة. تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم، جولتنا لهذا اليوم راح تكون في منطقة أم الكبر والغزلان محلة 341 واللي يعانون من سوء الخدمات. راح نستطلع آراء المواطنين في هذه المنطقة ونشوف معاناتهم ومطالباتهم، خليكم ويانا. نيابة عن أهالي منطقة أم الكبر والغزلان منطقة العشوائيات، يعني صار فترة من الزمن إحنا الخدمات كلش قليلة وشحيحة، نعاني من نقص الكهرباء، نعاني من نقص المي، يعني صار لنا أسبوع مي ماكو، العوائل هاجة كل من شايلة جريكان وشايلة دبة وراح الحي أور، يعني مناطق مسافة نمشي بعيدة في سبيل تترس الجريكان، يعني الله وكيلك هسه إيدينا ما مغسلين. يعني ما ترهم ما يصير هيك، اجت شركه من مكلفه من رئاسه الوزراء ولحد الان من بدايه الصيف لحد الان شوف الياتهم شوف انقاض عافوا الانقاض ولحد الان كل شيء ما مسوي. يعني احنا شنو ذنبنا؟ احنا مو بقلب بغداد، امانه بغداد وينها؟ الناس المسؤولين وينها؟ المشرفين على هذا الجهد الهندسي وينه؟ ماكو لا رقيب ولا حسيب. شنو ذنبنا؟ مجرد دقونا ارصفه وراحوا. فهمتانينا ابو المي ارو يجي البارحه والله اشترينا منه ابو المي ارو، الله شاهد ومحمد. اشترينا دبات للمبردات ونسبح بهن. والله معادنا على ارتفاع المنطقه ماتنا. هذا المشروع طبونا الحدث ما مكملينه يوم ويا باكر. كهرباء ماكو، مي ماكو. يعني حتى جاني نقال كيف كل حسين، مي وكهرباء، الكهرباء اصلا كلش ماكو. تعبانه كلش تعبانه الكهرباء. هذا المشروع يوم ويا باكر ويوم ويا عقبه، يوم راح يجينا الشتاء. زين العده مولده على قولت ولد شغله مرتاح مثل ما يقول. زين احنا لا كهرباء لا مي لا تكرم لا مجاري. يعني ظل هاي وضعيتنا هاي شوف تعال شوف طب الافرع وشوفه شوف العالم جان عالم الكهرباء والمي والمجاري تكرم وضعنا هاي جلكانات رايحين نترس مي كهرباء ماكو خدمات ماكو هاي الشركه جايين حفرونا معافونا هسه حاكي يقول والله يم والله تا قلت له احنا من بدايه الصيف جبتها الله كريم بتقول لنا وما هاي ظالين هاي وضعيتنا لو بالليل يجي نسحب لو ماكو وهاي هاك شوف الكهرباء يوميه طاقه وتعالوا احنا نروح الليم واحنا نسويها. بعد
بعد ما شاهدنا آراء ومطالبات ومعاناة أهالي منطقة أم الكبر والغزلان بخصوص الخدمات، رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد حلول سريعة لأهلنا في هذه المنطقة. وصلنا وياكم لختام جولتنا لهذا اليوم. معنا أبو محمد ممثل عن أهالي منطقة أم الكبر والغزلان. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم ستي السبرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبو محمد. أبو محمد بس سؤال لحضرتك، بالضبط هذه الجولة كانت وين؟ أنتم بأي مكان بالضبط بأم الكبر؟ نعم، في منطقة أم الكبر والغزلان، يعني رأس أم الكبر والغزلان اللي بمحاذاة منطقة أم الكبر، يعني منطقة حيور العصور. حيور اللي هي بالنهاية نعم محل 341. زين، معاناتكم بهذه المنطقة؟ والله ست استبرق، يعني معاناتنا كبيرة جدا، يعني لا تعد ولا تحصى، بدءا من أبسط الخدمات، الكهرباء، المي، المدارس بعيدة، الوضع البيئي رديء جدا، كترمين يعني كلاب سائرة تتجول في المنطقة ليلا ونهارا، عدم إكساء المنطقة. بالفترة الأخيرة صار حوالي أسبوع أو أكثر نعاني من شحة الماء، يعني مي نهائيا ما نروح بمكانات بعيدة. ثق بالله ورسوله، يعني أحد أفراد عائلتي وأنا أروح للجامع في منطقة بعيدة في سبيل أغسل وأتوضأ وأجي، زين، فللأسف يعني عن طريق صوت عراقي، عن طريق قناتكم الموقرة، نرجو إيصال صوتنا للجهات المسؤولة لعدم إكمال المشاريع المنصوبة إلنا. زين أبو محمد، أنا بس أسألك سؤال، هي المنطقة أصولية وتقريبا صار لها 20 سنة، يعني ميها وكهرباها وفيما بعد وانتم كرامة، يعني حتى قضية المجاري وهذه التفاصيل، انتم ليش احد هالسواقين؟ ست ما اخفيش، احنا دخلنا الجهد الهندسي صار سنة، لكن الجهد الانجاز قليل ومتلكه، يعني بين فترة وفترة يسوي لهم شغلة، سووا المي بعدين سووا المجاري بعدين صارت كسورات واصلاحات بالمنطقة، وما يعيق حركة المواطنين. نعم. عدم ايصال الغاز، عدم ايصال المواد البسيطة، عدم ايصال الماء الارو للوحدات السكنيه، يعني لو شوفيها عباره عن 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 اتربه وعن اوساخ وعن تلال من الاتربه، زين، فاحنا عن طريقكم نرجو من قناتكم ايصال صوتنا للجهات المسؤوله لامانه بغداد. واكو مطالبات كثيره من اهالي منطقه ام الكبر والغزلان بخصوص شغلتي دائما تجين الى البرنامج، وحده منها المدارس هذه المنطقه تعبر يا اما على الجهه الثانيه اللي هي قبالهم حيور، او تروح للمنطقه اللي هي اول وحده اللي هي ام الكبر الاولى يسموها. نعم، القضية الثانية المنطقة بأيام الشتاء تعاني من الغرق، فيضان فيضان، يعني سيارة صح. سيارة من نوع العالي، يعني عجلاتها كبيرة، نصها تنغمس بالمي، يعني لأنه شارع طوله تقريبا نصف كيلومتر أو كيلومتر، الطالب الأول ابتدائي الثاني ابتدائي يوصل للمدرسة بشق الأنفس، ناهيك عن خطورة الكهرباء، الأسلاك المتدلية، الأعمدة اللي بها تشطيل كهرباء، ممكن واحد ينتين، ممكن واحد يتعرض إلى صاعقة كهربائية. نعم. زين، إحنا إلنا نشتكي، يعني هي محلة 341، منطقة أم الكبر، منطقة يعني مربعة، المدارس 3 شفتات، يعني ابتدائي متوسطة وإعدادية. زين، هذا الزخم الحاصل، يعني إحنا شنو ذنبنا؟ يعني التكلفة للمواطن، الكهرباء نشتريها، نجيبه بالكهرباء نقيس بيت. المي وضعها تعبان، المدارس بعيده، قلت لك الوضع البيئي متردي جدا. يعني المن نشتكي، يعني كانت اكو مدارس بالسابق، مدرسه واحترقت اعتقد. نعم، هي مدرستين تقريبا، مدرسه اصحاب الكساء اللي هي بها 3 شفتات، هي مدرسه فدك، مدرسه اصحاب الكساء، وثانويه الكوثر للبنات اعداديه. يعني 3 شفتات، فزخم حاصل، تعرفينها حتى بطلعتي دخول الطلاب اثناء تبادل الدوام. تعرفين هذه الخطوط والتكاتك والسيارات والبيسكلات والدراجات، حتى يصير حالات زين،
كمنطقة منطقة ما أعرف يعني غير مخصص لها وكأنما مو ضمن حدود بغداد. مع العلم هي منطقة أصولية يعني منطقة أصولية منطقة تابو. أصولية معظمها. وبالمخطط مال المنطقة بالمخطط مال المنطقة أكو سوق وأكو مدارس وأكو مستوصف. نعم كل الخدمات. وأكو ملعب. كل الملعب هذا أنشئوا يعني ناس على حسابهم الخاص. لأن هذا ما يغني من جهة، احنا بحاجة إلى المدارس، بحاجة إلى المستوصف، بحاجة إلى جامع، بحاجة إلى أفران تمون، بحاجة إلى هواي شغلات يعني اللي ما عنده سيارة يشوف الويل يعني. اللي حالة طارئة مثلا بالليل إذا صارت لا سامح الله ما عنده سيارة يصعب عليه نقل المريض. المرأة الحامل صعبة عليه يعني معاناة كثيرة كثيرة جدا. زين؟ طيب. فأنتوا الآن تطالبون الجهد الخدمي بالوصول لمنطقتكم؟ بالإجراء نعم بالإجراء هو متواجدين بس الإجراء ما في يعني سووا لهم شغلة ورا أسبوعين ثلاثة يلا شوفيني إذا شفل أو حادي اللي سوت لها شغلة وراحت. تعرفين وضعوا أنقاضهم ووضعوا هذا المقرنص وربطات من الأرصفة وربطات من الصبات الكونكريتية وعافوا محاذاة الشارع والإجراء بسيط يعني. نعم. مثل الموظفين مثل المهندسين بعد إجراءاتنا تعرف تعاملات عقود وشركة وإيصال مبالغ وتخصيص مالي ونوع هذا المواطن يعني هو الضحية النتيجة المواطن هو الضحية. طيب شكرا لكم أبو محمد إن شاء الله توصل. نعم. هذه المناشدة إن شاء الله. شكرا جزيلا الله يبارك فيك. أحد المنتسبين في شرطة ديقار بعث بمناشدة لوزارة الداخلية يطالب من خلالها بمساعدة بالعلاج من مرض نادر مصاب به، وطبعا هذا المرض بحاجة لعلاج مستمر، العلاج غالي. احنا صاحب المناشدة المفروض يكون ويانا موجود. حسين سلام عليكم. سلام عليكم أخ حسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل. شلونكم؟ شلون الوضعية؟ شنو طبيعة المرض؟ هاي الوضعية الورم هذا وحاليا هسه ضغط وسكر والوضع تعبان والورم صار يصعد. طيب هو انت شنو حالتك الصحية؟ يعني تشخيص الحالة الصحية شنو؟ هذا ورم عندي مفاجئ ما اعرف ايش يوم عن يوم جاي يصعد. برجلك؟ برجلي هاي الموجودة قدام عيني اذا عمل فراغ. زين شنو طبيعة المرض؟ ما شاء يعني ما رحت للطبيب ما عرفوا شنو هذا المرض؟ والله يقول مرض التخثر. تخثر؟ اي زين شنو تاخذ علاج ما تاخذ؟ والله جاي اخذ علاج وصار 6 سنوات ومستمر بالعلاج يعني صار سكر وصار ضغط هسه والوضع متأزم حيل. حضرتك منتسب؟ اي نعم منتسب. منتسب وعندك نعم. عائله طبعا اكيد. اي والله 8 نفرات. الله يساعدك ويعينك. زين هسه انت شنو تداوم لو قاعد بالبيت؟ والله بدي اداوم. تداوم؟ ايوه. بهاي الحالة المرضية؟ اي والله جاي داوم. زين حالتك حاليا شنو تحتاج لها؟ والله يعني احتاج لها مثل علاج، هو علاج بس علاج، والله هي عملية ما تصير لها بس علاج، بس العلاج يعني تدري انت الوضع تعبان وشوية طالع 6 سنوات يعني هو شغلات فيها. زين هي فقط على العلاج ماكو عملية؟ لا لا ما تصير عملية بس على العلاج فقط. هاي الأطباء ايش قالوا لك؟ اي والله الأطباء هي دموية خاصة بالأطباء. زين أنت حاليا شلون مراهم دوامك؟ يعني أنا بقت ببالي هاي القضية، هو الواحد والله مش عنده غير جاي داوم جاي داوم يوميا. مراعين وضعك؟ اي والله جاي لا مراعينا ما تصمنا يعني إذا تصيبهم ما يجي إلا. وأنت علاجك مستمر حسين حسب المناشدة؟ اي لا مستمر بس هو يعني 6 سنوات وعلاج غالي وضغط وسكر وتلف اعصاب وورم شو يصير راتب ما ادري شو يصير. الله يساعدك. اي والله. زين حسين اذا عندك رساله تحب توصلها او مناشده تفضل اسمعك انا. على وزير الداخليه يعني اذا تعرضون الحاله عليها. يعني اذا تعرضون على وزير الداخليه. زين. أنا أشكرك يا حسين. أهلا وسهلا. شكرا.
اتصال من ابو مصطفى. ابو مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم ابو مصطفى. ابو مصطفى تسمعني؟ نعم اسمعكم. اهلا بكم. حياكم الله. الله يحفظك. ابو مصطفى احنا سابقا كان عندنا اتصال ويا حضرتك. نعم اكيد الله يحفظكم. بخصوص قضيتكم خلينا نذكر بيها ونعرف مستجداتها ايضا. طبعا انا مقدمة اشكر قناتكم الموقرة وكادرها وعلى رئيسهم حضرتك الله يوفقك. الله يسلمك ويحفظك. انا الله شاهد ورقيب هاي صار انا ثالث اتصال وياكم والحمد لله والشكر صارت مستجدات بالموضوع. نعم. فالموضوع اللي صار انا ولو يعني خاف اطول عليك. لا خلي اعرف الموضوع هسه خلي شويه نستثمر الوقت. الله يوفقك يرحم والديك ان شاء الله. الموضوع اللي صار رادوا من عندنا اطفاء السلف والطرق اللي هم كل وزاره لوزارته. احنا كشرح وعوائل شهداء الحشد الشعبي صار اتصال ويا هيئه الحشد الشعبي اللي هم نزلونا على الفيس على التواصل الاجتماعي على الجروبات مالتهم بان كل جريح وعائله الشهيد على الاحرف الابجديه تجون بالمقر الفلاني لامناء الاستماره مال اطفاء السلف والقروض. هاي صارت سابقا للشهداء وعوائل الشهداء وراها للجرحى. نعم. ملينا الاستماره وعلى حسب الاصول وانتظرنا انتظرنا وكل خبر كل شيء ماكو لحد الان. كل ما نتسأل بعد كل ما نتسأل بعد. ذاك اليوم انا تعنيت ورحت اكو لجنة مخصصة اللجنة هي كل من مؤسسة الشهداء من داخلية من دفاع من هيئة الحشد الشعبي. فتناقشوا الموضوع اكو مادة ست يا ريت تكون هاي الفقرة انا قاعدة اكد عليها. اكو مادة صوتت عليها بالموازنة بال 2023 اللي هي مادة 28 وصوت عليها البرلمان. نعم. مادة 28 اطفاء السلف والقروض لعوائل الشهداء والجرحى وبغض النظر عن تاريخ الإصابة. هسه من قاعد نروح نتسأل قاعد يقولون بعد انتظروا انتظروا يعطونا حل. ليش الداخلية قاعدة تخاطب جماعتهم؟ الدفاع قاعدة تخاطب رئيس الهيئة مال الحشد الشعبي خاطبهم بكتاب رسمي وماكو جواب. يعني باقي فقط كتاب ماكو جواب فقط كتاب ماكو تطبيق بس تطبيق المصرف العقاري اللي احنا تابعين له هسه القروض مالتنا. نعم. يعني من راجعه المصرف العقاري يقول لي انا ما جاني كتاب رسمي. نعم. انا كتاب رسمي ما جاني. احنا من ليله استماره واطفاء وتصوت عليه بالبرلمان ماده 28 بسنه 2023 تصوت عليه هاي مالت ثلاث سنوات. واضح. ولحد الان ماكو الله شاهد ورصيد. وانا اليوم اني قصه قناتكم الله شاهد وما اجامل قاعد توصلون الصوت بحذافيره. فانتوا الان يعني هاي نقمه اجتنا هاي الوحدات السكنيه وليس نعمة. المفروض هي نعمة ليش؟ عايشين بقلق الا من عوائلنا الا من احنا من عوائل الشهداء من الجرحى المرسورة ايده الطايرة عينه المرسورة رجله البيشرة على الحربانة امسكوا نجيبهم وشوفوهم بعيونكم. يعني راس بقوة قاعد يسده من علاج عوائل الشهداء اللي هم ورثة مقسم الراسي. فانتوا هسه اللي تريدون شنو ابو مصطفى؟ انا من خلال قناتكم الموقره الشريفه النزيهه انا اريد تطبيق القانون اللي احنا ملينا استماره عن ضوء اطفاء السلف والطروق. نعم. اكو لجنه مشكله نريد اطفاء السلف والطروق حسب القانون وماده 28 اللي تصوت عليها بال 2023 وكل حل وكل تطبيق ماكو. زين واضح. فيا ريت يا ريت الله يوفقك ويوفقكم ويحفظكم لان انتم الصوت الحق اللي توصلوه لان توصلوه صوتنا
زين. ابو مصطفى نعم. انا هواي كنت وانا وقاطع كان هواي فقرات، حتى اكو فقره من الفقرات هي طبقت على الداخليه والذبائح، مو هاي العظيمه، احنا كنا اخوان وكنا دافعنا على البلد. ليش اكو ماكو انصاف عن شريحه بشريحه؟ يعني هسه الداخليه والذبائح صرفوا للشهداء والجرحى خطوره. نعم. بأثر رجع 500,000 الخطوره اللي بالصعوبه واللي استشهدوا بالمناطق الساخنه. احنا جرحى وشهداء حج الشعب لحد الان ما انطبق علينا. هذا القانون يخص ضحيات التقاعد. دكتور ماهر. زين ابو مصطفى. احنا هواي امور، بس انا قاعد احكي لك بالصعوبات التأذينا بالصعوبات اللي مأذيتنا واحنا كجرحى. زين ابو مصطفى، انا اشكركم. انا اشكرك وانتم متفضلين. لا الفضل لله سبحانه وتعالى، شكرا جزيلا. من صلاح الدين رسالة عن تأثير المبيدات الزراعية ودورها في تفاقم الحالات المرضية خصوصا الأمراض المستعصية. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الفرات الفضائية، برنامج صوت عراقي. اليوم صوتنا من قرى وأرياف محافظة صلاح الدين على خلفية العديد من الإصابات بالأمراض السرطانية في المجتمع الريفي. بالتأكيد أهالي القرى والأرياف ما سكتوا وحبوا يتقصون ويستقصون أسباب هذه الإصابات. راح نتعرف من خلال هذه التغطية واللقاءات عن أسباب انتشار هذه الأمراض السرطانية أجرنا الله وإياكم منها. أستاذ كاظم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ. أريد نعرف أول شيء ظاهرة انتشار الأمراض السرطانية بالمجتمع الفلاحي، وشون اتقصتوا وشنو أسبابها وشنو مطالباتكم من خلال شاشة قناة الفرات الفضائية؟ والله أستاذ إحنا من خلال قناة الفرات الكريمة نطالب بأنه أول شيء توعية للفلاح، يعني حملات توعية. ثاني شيء أبو المكاتب الزراعية أستاذ، الفلاح من يروح بس إحنا العفو خلي نعرف حالات الإصابة. أستاذ يصير عندنا يعني إحنا عدد الوفيات مالت العام السنة على اعتبار منطقة صغيرة، يعني حجم السكان هسه اللي حتسته 12 إصابة بس، هي نموذج لمجتمع واسع باعتبار محافظة صلاح الدين مجتمع فلاح. أستاذ إحنا يعني نحكي على منطقة صغيرة، نسمع بكل مكان ده يصير. صح. الفلاح ده يجيب المبيد أستاذ، المبيد هو بفترة تحريم 45 يوم. خلي نبدي أول شيء عدد الإصابات العام والسنة. عدد الإصابات العام تقريبا 8 حالات. جيد. 6 وفيات واثنين اللي حتسه يعانون. السنة صارت عندنا 12 إصابة. طيب أستاذ كاظم، جنابكم شلون تقصتوا على الموضوع؟ شلون استكشفتوا وبالتالي شخصتوا الخلل، عرفتوا السبب؟ لو أستاذ يعني احنا اكو بعض المزارعين ناطي المزرعة مالت الفلاح. عندنا العام الماضي يعني الفلاح انصاب. توفى نفس الحالة. السنة أبو المال نفسه أبو المزرعة انصاب نفس المرض، فاتقصنا على هاي المبيدات إنه دي يجيبوها بالأخص بالعنب. هاي المبيدات محرمة، يعني هي هذه اللي ممكن تسوي السرطان، يعني فترة تحريم 45 يوم. هذا دي يرشوا أكو فد شيء أستاذ اللي هو خطر كلش، إنه بداية الموسم الزراعي أول ما يصير العنب يخلوا له فد مادة صبغية للزرع خلال 3 أيام أثناء الري؟ أثناء لا يصبغوه مرشات. يصبغونه يعني بعد أخضر يصير لونه أسود حتى يبيعوه بسعر عالي. 3 أيام لازم ينباع، خلال 3 أيام إذا ما انباع هذا يذبل كله يروح ينتهي. فإحنا دا نسأل هاي المادة إذا هي زرع دا الذوبة خلال 3 أيام ينتهي من دا يرشوه، اللي بشر اللي دا يأكل إيش دا يصير به؟ بقينا نتقص انه يعني احنا مو دكاتره بس يعني سنان الخلل الفلاح. الخلل الفلاح استاذ لا استاذي، الخلل الرئيسي انا اعتبره ابو المكاتب الزراعيه. الفلاح ما عنده وعي استاذ. الفلاح انا من داروح على المكتب الزراعي واقول عندي هيك اصابه، ينطيني تحريم 45 يوم، المفروض ابو المبيدات ما يبيعه. يعني هذا التحريم العفو حتى المشاهد تكون عنده فكره، هذا التحريم خلال 45 يوم يلا بعدها يلا بعدها تاكل. مكتوب تعليمات. بس استاذ الفلاح بدون وعي، والفلاح ابو المبيدات من ده يبيعه
يعرف انه هاي الزرع ما يتحمل هاي الوقت، يعني هو على ما اعرف انه هاي الزرع موسم ايه اسبوع 10 ايام ايه، فالزرع الفلاح اذا ما حصد يتلف الزرع مالته. فالمفروض يعني جماعه المكاتب الزراعيه اكو اسمده اكو مواد عضويه استاذ هذه ولا مضره ولا كل شيء، فاحنا استاذ للاسف في العراق ماكو رقابه، وهذا هو اصلا محرم بكل العالم، يعني هاي الادويه ممنوعه بس عندنا هسه بالعراق، اي رقابه ماكو. وأنا أتوقع أنه الإصابات تدري الناس ما دا تفحص، يعني أتوقع راح تزايد. إذن إلى هنا نتوقف مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج صوت عراق وحتى صوت عراقي آخر، نستودعكم الله ودمتم بأمانه ورعايته وحفظه. شكرا متابعة، السلام عليكم ورحمة الله.